بالتأكيد أخي العزيز، هذا السؤال لمس كبد الحقيقة. فالحوثيون لا يستهدفون نصرة غزة كما يدعون أو نصرة القضية الفلسطينية. كل ما يجري الآن من تحركات حوثية في هذا الصدد ما هي إلا للحرف الأنظار عن الداخل اليمني، حرف أنظار الداخل اليمني عن ما يجري على الساحة. فالآن آخر خبر تم أن وقف المساعدات الإنسانية لليمن. هذا القرار الكارثي سيمس بحياة المواطنين على جميع الأصعدة، ولذلك فالحوثي يستبق ذلك، يستبق تأثيرات هذا القرار بدخول حرب جديدة أو ما يحلم أن يكون حربا جديدة في المنطقة وإثارة المزيد من المشكلات، وبالتالي تعليق كل فشله على شماعة ما يسميه دائما العدوان، وأنه محاصر وأنه مستهدف من قبل القوى العالمية. نعم ونحن نعتقد أن ما تفضل تفضل. في عموما المشهد الآن هو في إطار المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي في المنطقة. هناك تخادم كبير بين المشروعين. فالمشروع الإيراني كما نعرف دائما يستخدم المحاكاة البحرية في إضفاء الشرعية على وجوده جاثما على الشعب الإيراني. ومحاكاة بحرية مع القوات الأمريكية في المنطقة لا تؤثر أبدا على الملاحة الدولية في المنطقة، فقط تثير القلاقل وترسم صورا وادعاءات بطولة مزيفة. فعندما يطلق الحوثي صواريخ باليستية على سفينة وتسقط على بعد 10 أميال بحرية لكن من السفينة، الحوثيين أيضا فماذا أستاذ نسميه ذلك؟ وليد، الحوثيين أيضا ربما يعني اعترضوا لبواخر إسرائيلية أو مملوكة لشركات إسرائيلية أستاذ وليد، وهذا ما وصفه بعض الكتاب بالقرصنة البحرية. هل فعلا اليوم يعني الخطوط البحرية أو الملاحة البحرية في عدن، في خليج عدن، هي مهددة بشكل واضح وصريح أستاذ وليد، تداعيات ذلك؟ نعم أخي العزيز، الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحساسة من العالم محاطة بحراسات كبيرة جدا، دوريات من مختلف دول العالم الكبرى تحرس هذه المنطقة. لا ننسى أن قبل سنوات مر القرصنة من السواحل الصومالية، تم القضاء عليها، وهناك قانون دولي للقرصنة بموجبه تم القبض على المتسللين الذين حاولوا خطف السفينة الإسرائيلية. الحوثي الآن يعمل على تشجيع القرصنة وتحويل اليمن إلى ساحل صومالي آخر لا أكثر ولا أقل. إنه الآن يلوح بمزيد من الفوضى في البحر، وهذا سيفشل بالتأكيد، وإنما هو خطوة مؤقتة لامتصاص النقمة الداخلية. فهو حتى الآن لم يحقق شيئا للمواطن اليمني، بالعكس بل زاد معاناته سوءا، نعم وجرائمه لا تخفى على أحد، إنما هو يريد غسل جرائمه بالمساندة غزة كما يدعي، بينما غزة لا تستفيد شيئا من هذه التحركات بالضبط. هل الهوجاء سيكون والخطة لهذه التي لا تسمح. نعم هل سيكون لهذه الممارسات، كنت أود الإشارة إلى هذه النقطة، بأن هل سيكون لهذه الممارسات التي يقوم بها الحوثيين ربما ثقل في أي عملية تفاوضية مستقبلا بشأن الأوضاع في قطاع غزة أستاذ وليد؟ لا أعتقد ذلك، لأنها عمليات تافهة جدا وتدخل في إطار البروباغندا وإضفاء طابع الشرعي على تواجد الحوثي في مناطق من اليمن. المشروع الحوثي هو في نعم عموما في مجمله يخدم التوجه الأمريكي لزعزعة الاستقرار في المنطقة وإبقائها تحت السيطرة، نعم ولذلك فإنه يعطى الضوء الأخضر لارتكاب بعض الأشياء، حتى أن الذي أعلن إطلاق نعم الصواريخ ليس الحوثي وليس أحد، إنما صحيح. الأمريكا التي أصدرت البيان. نعم الأستاذ وليد المشيري الكاتب والمحلل السياسي، كل الشكر لك على كل ما تفضلت به، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك.